أهلا وسهلا وفي كتير معي هون تقرأ هون. قالوا لي ممنوع وما فيك تقريون على أي وسيلة إعلام. هون ما في شي ممنوع. إذا أنا ما بدي الشباب كله بيقولون بلا. نعم. مشان هيك أنا رح كون لطيفة في منون نكت بمرقون، ولكن اللي عم بيصير قد ما فيني خبركن قليل. رح بلش حطون هو عربي إنجليزي، بس رح أقرأها بالعربي ورح فرجيكن هالصورة. ليش هالخيانة هلأ موجودة مش بس بلبنان، بكل العالم العربي وأكتر وأكتر شرق وغرب؟ شو السبب؟ ليه ما بقى في إحساس بالصدق وبالمحبة؟ بس راح شهر العسل وإجا شهر البصل. لحني بإيدي ما حدا في وقفني، حتى شلت مين قايلهم وترجمي عربي. كل الكتب بالعربي بحطه. ما فائدة الدنيا الواسعة إذا كان حذائك ضيق؟ انتبهوا، الصرامة الفلينة وكعب العيلة والصرمية الضيقة شو بتعمل؟ بتضرب 32 فقرة و32 هون، بتصير تحطوا بريسز وسن هون المازة هون هيك وهون هيك. تعلم دروس الحياة، بس انتبه انه بس يجي الاطفائية لعندك ما النار ما بتطفيها النار. مين اللي عم بيلعب هلأ اللعبة بالعالم العربي؟ النار عم بتقطع المعدن، المعادن بجسمنا عم بتروح. وقت بتقله للولد مو بيو، ليش انت حمار؟ ليش المرة بتحط حلق؟ فيكن تحطوا حلق، ولكن تكون بلاستيك. وإذا بدها تكون حجر تكون الأرض عطيتك إياها، مش أنت قطعت الجبال. بطلبها منكم بالسعودية، بتشوفوا أبها بتصرخوا الله 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 الله. ما تقصوا شجرة وما تقصوا الحجر. إذا هي عطيتك حجر بتولعي بخور وبس. يلي ما عنده رأي راسه مثل مسكة الباب، بتديره مثل ما بدك. لازم يكون عندك رأيك انت، ما تاخد رأي الناس. اسمع لهم، لا بدي أقوالكم ولا بدي أفعالكم، بس بسمع لهم. أنا معكم بس مش منكم. نعم، كل واحد عم بيستكبر، هيدي إهانة إلك ولا غيرك. وهيدي عم نتعلمها كلها بالمدارس. علماءكم شر علماء منكم، تخرجوا الفتنة وإليكم تعود. ما بدنا نبني أي مسجد أي كنيسة، هيدا هو الله ساكن فيك. إذا كنت على حق لا يستوجب أن يكون صوتك عالي، مش المهم ترفع صوتك. ما حورته عاقلا أو جاهلا. لا يوجد في الحياة رجل فاشل، لكن يوجد رجل بلش من القاع وبقي فيه. إديسون قال صرت مجرب 300 مرة وما زبط. قال صرت أعرف 300 درب مسكرة. نعم، أبواب الإنجازات هي باب مسكر ما تضلك تدق عليه. في 7 أبواب مفتوحين هون، اتركوا المسكر. الله، ما تتطرف لا بالحكمة ولا بالعلم ولا بالسمو معصيتها، بالسجود بالخشوع.
أنا أمشي ببطء، ولكن لم يحدث أبداً أنني مشيت خطوة واحدة للوراء. الماضي مضى والمستقبل غريب، الآن هو الزمان والمكان، now or never. أكثر شبابنا اليوم بتلاقيهم عم بيهزوا، هلأ النسوين كمان عم بتهز، دقان وشو شو شو فكر مبارح فكر اليوم كيف بجيب مصر، عم نعلك شو عم نعلك شو أولادي من شو شو شو. لا يجر بعض الناس أن يكونوا ملوكا حتى في أحلامهم، وهذا هو الخطأ الجسيم. كلنا عائلة ملكية، انتبهوا، مالك الملك. الضمير لا يمنع المرء من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه. إذا ما بغلط ما بتعلم. بدي أتعلم من غلطاتي ومن غلطاتك. ما في وقت أتعلم بس من غلطي. قال له علمته يطير هالعصفور، ما طار، شو عملت أنا؟ قال له قصيت الشجرة، قصيت الغصن. اتكيلوا عجوانحو. مش أنا شو بقول له؟ الطبيعة كلها ما في ولا حيوان بينتحر. ما في ولا حيوان مريض، بيتناغموا كلهم مع بعضهم. نحن عطانا الحرية بتتناغم مع الشر ومع الخير، من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر. أنت ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه دوني. بس عفيك، خلي يكون هو معه حق وبتتعلم منه، خلي هو يقوى. كل ما قويت غيرك أنت بتقوى. شوفوا اطلعوا بالشق وسط حبة القمح، يرمز إلى النصف إلك والنصف الآخر لأخيك. تصدقوا بشق تمرة، وين الصدقات والزكاة عم بتروح؟ يا الله، قالوا له لسقراط في رجلا من أهل النقص، قال له شو عم بيعمل؟ قال له بيسب فيك. قال له بتنفع المسبة؟ قال له لا، بيحكي عنك خير أو شر؟ قال له شر. قال له ما تجادلوهم، السلام عليكم وكفوا الطريق قد ما فيكم. هلأ مش وقت تحكوا، هلأ العزلة عن البشر. أنا بضوي شمعتي وأنت بضوي شمعتك، صرنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، قد ما فينا هالوقت هيك، خصوصي على أمة العرب. مؤامرة من مجرات تانية ومن كواكب تانية. كيف وقعت هيدي بمرج عيون الطيارة؟ ويلي معنا ديانا من مرج عيون، وبيا رجع راح واشتريوا بيت بمرج عيون. بيرجع بحب الواحد يرجع على جزوره. قالت له وقعت الطيارة بمرج عيون؟ صرت صرخ. وأهلي قالت لي ما صار لهم شيء، طيارة بلا ريكيب بلا طيارجي. بس هاي إشارات. فينا نوقف الحروب؟ كلنا فينا. يا لطيف، 99 اسم وفعل وصفة فيك وفيه. كل يوم سأل حالك شو عملت مريم لمريم، شو عملت مريم لأم الأرض، شو عملت للقبر. حسن الخاتمة، ما حدا بيفوت على القبر معي إلا جسمي وأعمالي. نعم، زئير الأسد لا يكفي لقتل الفريسة. قد يجد الجبان 36 حل لمشكلته، ولكنه لا يعجبه منها سوى حل واحد، الهريبة. أعطنا الحرية وخذوا ما يدهش العالم. مون عليك أمين الجميل، ما حدا مثل بيك، حب الأرمن وحبنا. كان بي يروح يوعي بيك بالليل يعطي حبتين دواء من هاي حبة من هاي حبة من هاي، وبي يروح لعند الأرمن المريض حبة ما يعطي قنينة، يقول له لا لا يا حكي ما بدك. بي يعرف هيك. شو عم نعمل بهالسياسة؟ هاي الأحزاب، حزب حزب الله حوار من نور، ولكن نعم بتحمل سلاح، بس البادي أصلاً
ليس شجاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جثة الأسد. وانك عم تنبح على جثة. الأطفال يتميزون بسبع خصال، إنهم لا يغتمون للرزق، ما بدون رزق. إذا مرضوا ما بيتجروا، ما بيعرفوا قضاء الله أو شيء. بس الحقد ما عنده، ما بيفوت على بيوتهم الداخلية، بيلعبوا بيبنوا مدينة مدري شو من رمل، وبعدين بتعدوا بيبكوا بمخطوا بيقلوا مخططون وفنوا تعطون وكل شيء، بيرجعوا بيكفوا اللعبة. عندهم صلح مش مصلحة، بيأكلوا مع بعضهم، يخافون لأدنى. نعم بيخافوا، بس بيعرفوا أنه قبل شوي ما كان في الخوف، بده يروح هل البابا بيجي أو الماما أو عمتي أو عمي أو خالي أو خالتي بيجوا. عيونهم بتدمع تباكوا. يعني هالبراءة اللي عند الأطفال، إن لم تعودوا كالأطفال يا حبيبي. بشكر كل اخوتنا هون يلي رح احكيها طائفيه، هالمسيحيه اللي ما عم يلتفت فيهم، المسلمين عم تاخذ لهم اكل وعم ياخذوا لهم كتب وبحطوا صليب. هلا هذا الجيل ما بقى يصدق مسلم مسيحي، خلاص. نشكركم. نعم انتبهوا، اكثر شيء بغض بيكون وقت النهار واحد بالجمعة بتصرف كل مصرياتك، ومتى رح تغدى برا نهار الأحد، ومن اليوم اليوم الجمعة، ومتى نروح لا. نحن قوم ما عرفت أسخف من الذين يحفرون أسماءهم في الصخور تيخلدوا اسمهم. مطلبها يا سعد منك، كم مرة قلت لك إياها؟ كتابي بين إيديك يا حبيبي. شيل اسم بيك عن المطار، ما فيني اقول لك شو بيدعوا عليه. اذا ضاعت شنطة كلهم ان المطار الدولي للرئيس الحريري في مدري شو. قلت لها دخيلك شيليهم، يعني حرام دينيا قانونيا. ثالث يوم اسلاميا ما بنذكر الميت. المسيح حكي هون بمدرسة الحكمة ببيروت. ليش امه ماتت بتركيا؟ شو راح يعمل بالهند بكشمير؟ روح انجيل توما حبة الخردل. كلنا كالقمر له جانب مظلم. يا حبيبي لو ما فيها العتمة 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 ما قلنا طلع البدر علينا. في واحد مهضوم كتير، قام اجا واحد من الظرفاء المهضومين رسم حمار على عبيد صاحب هالزلمة. فلما رأى ذلك صاح بالحاضرين، من الذي مسح وجهه بعبيدتي؟ مهضوم سكت. كله لازم نضحك انه من هو مسح وجهه بعبيدتي؟ طلعت على العبية رسم حمار. بس الحمار ذكي، ولا حمار بينتحر ولا حمار طبيعة متناغمة. طبعا يقول الأصمعي وقد سأله الرشيد عن حقيقة العشق، إنه شيء يذهل القلب عن مساوئ المحبوب، فيجد رائحة البصل في المحبوب أعظم من المسك والعنبر. هون بشكر حاكم دبي، في صوفيين يمكن يكونوا جوفز، يعني تعرف كل شيء في دبي، ما في شيء ممنوع أبدا، ولكن في مراقبة. بشهر نوفمبر رح يجي واحد مهضوم كتير من أغنى أغنياء العالم، وهو أفقر فقراء العالم. شو بيعمل؟ بحارس بصور الأغنياء، بيقولوا له هالقصر شهر خليك أنت هون، اللي بدك إياه موجود، بيعطوه. بيجمع هالأموال وبيروحوا بيصرفهم على أفقر الفقراء. وعنده مجلة اسمها جي يو آر يو، ما بدك جورو، يو آر يو، وبيروحوا بدق موسيقى. رح يجي يقعد أربعة أيام بدبي ورح يكون معهم، لأنه كل المال بيفتش وين في أفقر الفقراء، وبيبني لهم كويخ، بيعيشوا مع بعضهم، لا إسلام ولا مسيحية ولا شيء، عيشوا مع بعضكم وزرعوا وكلوا.
ما تتعاطى سياسي ابدا ولا ديانات ولا يوغا، كلها شيلوه. كل اللي بيعملوا يوغا يا اخوتي، اللي بيعملوا مساجات، اللي بيعلموكن. وفيك انطوى الكتاب خير جليس موجود، خلص. شو بتحب اي كتاب؟ انا ما بقرا الا اوشو علنا. نعم. فرد مره فركشت بحجر على راسي وعيني، بس مرتين ولو. في كتير قصص حلوة عند العرب. مرق من سنين ورجع نخ، لأنه هاي الحجرة الشجرة دقت فيه من كذا سنة. مصيبتين انتبهوا، هو موجودين عند العرب والمسلمين. إذا عندك مال وما صرفته على أهل الوفاق الأقربون إلى الله بتتحاسب عليه، وإذا مت ومعك مال بتتحاسب عليهم، لأنه هالأموال منا ملكك. فإذا انتبهوا شو عم نعمل بمال القوم، انتبهوا. هالكذب وهالمزارع اللي عم نزرعها وهالأكل يلي كله مدهون ومصبوغ، هالأدوية اللي عم تقتل الأطفال والصغار والكبار. نعم، تريد المرأة أن تكون الأخيرة في حياة الرجل، ويريد الرجل أن يكون الأول في حياتها. فتش فتش الرجال، قال له لقيت المرأة اللي بدي إياها. بعفيك، برافو برافو، وليش ما تجوزتها؟ قال له إن هي كمان عم بتفتش على الرجال اللي بدي إياه، مش المهم تلاقيها، شكلها بيشبه هيك ومنخيرة وهي وقد مؤخر. بدنا زواج الروح مع الروح، القلب مع القلب. قالوا له كل يوم بتروح عند مرتك والزهايمر وما بتفهم وما عارف شيء وما عرفتك. قال له هي ما بتعرفني بس انا بعرفها. بيروح بيتروق هو اياها بطعميها. هيدا هو الزواج. قال لها ما تقري الفاتحه اذا كنت صادقه. نعم، احيي معي. ما رح اقدر اقراها، ولكن سنة 1846 ضاعت السفينة، رجعوا لقيوها. وقالوا إنه فيكن تلاقوا أي شيء ضايع أنتو. بشو؟ سنة 2006 لقيوا كتير أشياء بكعب البحر وبأعلى الجبال. كيف عرفتوا فيهم هودي؟ قال نحنا منقرأ بالقرآن الكريم. أي هو شو القرآن؟ ببلشوا يقولوا لهم إنه في، نعم، ناس شقوا القمر وهيك وهيك وهيك، وسكايب اللي عمله الإمام علي، وهلا عم ببلشوا يقولوا إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. بدنا النوايا يلي بفكرنا، هالنوايا يلي بفكرنا بتخليك تشوف ولا جوعان بهالكرة الأرضية، ولا عريان، ولا فقير، لا ماديا ولا معنويا. كل شيء يلي نزل على كعب البحر والمحيط بدك ترجع تشوفه، لأنه الحبيب والإمام علي والمسيح وكل هالمستنيرين وبودا كريشنا رابعة الحلاج عرفوا فيها. وفينا انطوى العالم الأكبر، ربك فكبر، مش بس لا يتعدى اللسان والأذان. هلا في أكثر من 10 ولايات أمريكانية عم بيجي فيها فيروس لحي ما حدا عم بيعرف، وكل الأطفال تحت 5 سنين عم تنصاب. حط أمر واحد من هالرؤساء، ما لازم يعيش الأمريكاني أكثر من 40 سنة، 40 45، على حساب الضمان الأمريكي، خليهم يموتوا قبل. وحطوا هالفيروس، وهلأ في شلل في بجهاز التنفس، أمراض يوميا حوالي 70 حالة جديدة عم تجي بولاية تكساس، ما حدا بيعرف شو هي. كولورادو، ميسوري، كلها وسائل إعلامنا المحلية ما حدا عم بيقدر يعرف هالفيروسات اللي عم تجي. وعم بيعملوا فاكسينيشن،
ممنوع تقروا كتاب فاكسينيشن محطوط على موقع بيت الله وبتشوفه، ما في شيء ممنوع. هلا نعم اتهموا انه هيدي اسلام، هيدي بنت من ليتوانيا يعني من روسيا مدري وين، بدهم يعملوا لها عمليه. قالوا لها دقي موسيقى، انت بتحبي الموسيقى. صارت تدق موسيقى وعملوا العمليه بدماغها. مثل ما قال واحد من الصحابه طعولوا اجري انا وبالخشوع. بعدين ضلت تدق موسيقى، قالوا لها حسيتي؟ قالت لهم لا. عرفوا انه في نقطه بالدماغ اذا فيكم تحطوا ايدكم عليها فيكم تعملوا شو ما بدكم بالجسد. وهالعلم وين؟ عند الامام علي. هلا عم بيحطوا هالعلم، علم الامام علي، الطب النبوي الشريف، طب الامام علي، طب الصوت، ارحنا يا بلال، عم بيحطوا هالعلم، ولكن عم بيشوفوا انه ما فينا نشرحه بالعالم العربي. نعم هلا عم بيقولوا فيكم تشرحوا شو ما بدكم، ولكن حطوا علم أبدان وأديان، العلم علمان أبدان وأديان. كنت أقول المرأة الحبلي ما تتطلع، بس بدي أحط هيك صورة بس مبلا. هلا شوف إياها شوفي وقولي الله أكبر، ربك فكبر ربك فكبر. منين اجوا هالجسد؟ كيف اجا؟ منين اجوا هالايدين؟ شو اكلت الام هي وحبلي بهالبنت؟ شو اللي عم بتشوفوا على التلفزيونات؟ سبع اجيال لورا فيكن ترجعوا، حتى سابع جار فيها تنظف حالها. قالوا لها نظفي قبل ما تحبلي بعشرين سنة، ونظفي أمك قبل ما تخلق. هالعلم لحوها. نعم ستشرق الشمس من المغيب سنة 2014 9/10 نهار الثلاثة، اجت توجهات تهوجات وشو ما بدكم قوية من الشمس إلى الناحية المقابلة في كوكب الأرض. بأمريكا بهيدا النهار رفعوا أذان، دقوا جراس مع بعضهم، حكوا إسلام ومسيحية وبوذية وكريشنا وكلها، حتى يقدروا يقولوا هالشمس ما تضرب هالكرة الأرضية. بأمة العرب اتصلت بأكثر من تلفزيون عربي مسلم، ما حدا رد علي. قلت لهم حطوا هالعلم بس قد ما فيكم، رح ترجع تصير بالسولر سيستم سنة 2158، وبوقتها ما بيكون في كتير قليل 10% على الكرة الأرضية وبيروحوا. فإذا من هلأ كل واحد منا يشتغل، إذا هلأ نحن بالستوديو اثنين متنا وين منروح؟ فيك تعرف؟ نعم فيك تكون بأمة محمد، أنت بإرادتك وبخيارك. فيها كل الأنبياء، كل من حمد الله إيمانا واحتسابا، أحمد محمد يسوع المسيح، ممشوح مشح بيجي الخوري تيمشحك. أنت فيك تعمل، ما بدك أي وسيط هون. نعم ولحسن الحظ من المتوقع أن تمر معظم هذه القوى الهائلة إلى الشمال من كوكب الأرض. كلنا بدنا نكون هالعاصفة الشمسية اللي بدها تجي تستمر لمدة أسبوع، ولكن كلنا فينا نحولها بردا وسلاما. قد ما فينا نوفر مي يا أخوتي، ما تقول أنا بتحمم 5 مرات بالنهار، قد ما فيكم. بده يجي وقت ما عندنا مي تنشرب، أمريكا بدها تموت من العطش، وهون ببلادنا. رح تشوفوا في كتير هلا بأوروبا عم بيبنوا
كوخ هيك ما بدهم بيوت، وعم بتساعدون الدولة وعم بيساعدون العرب والصوفيين، ما رح نقول بقى مسلمين، أهل الذكر أهل الصفا على منابر من نور، ولا واحد عم بيقول هي أنا مني مسلم، كلهم عم بيقولوا نعم total surrender let thy will be done لتكن مشيئتك. شوفوا هالبيت كلنا شكلنا شكل هرم، شوف مثل إنسان هيدا منخار وهيدا عيناه، والولاد بيبنوا مع أهلهم. ها ثلاثتن عرب من سوريا من لبنان عايشين بالكوخ حدون في ها الحيوانات، كلهم بيزرعوا وكلهم بياكلوا من الجنينة. انتبهوا هيك بيوت ما في أبدا أموال، مين المال